عصام يوسف. ضيوفنا في الاستوديو ومشاهدينا الكرام واصحابنا في مصر والعالم العربي، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من برنامج العباقره. برنامج العباقره اصحاب يقدم اليكم برعايه من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. في الموسم الثالث من العباقره اصحاب، مين يا ترى اللي هيفوز بكاس البطوله؟ ومين اللي هيحصل على لقب افضل لاعب؟ ومين هو الصاحب المثالي؟ اما المكسب الاكبر ان كل اجابه صحيحه في بطوله العباقره اصحاب هتساوي مبلغ نقد. في المربع الذهبي كل نقطه ب 3000 جنيه وهيتضاعف الرقم وصولا للمباراه النهائيه. جميع المبالغ الماليه في نهايه الموسم سوف تستثمر لرعايه ابطال مصر الرياضيين. العباقره بشراكه البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. في الحلقات اللي فاتت أصحابنا العباقرة جمعوا 10,987,500 جنيه في خزنة البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين. تعالوا نشوف أصحابنا العباقرة النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. النهاردة عندنا المباراة الثانية في المربع الذهبي. أول فريق مشرفنا في الاستوديو تماسيح النيل، 515 نقطة إجابات صحيحة، خطوة أخيرة إلى المباراة النهائية. لعب كلها فريق أليجيترز. برنامج على وكده خلاني أعرف إزاي أوصل للمعلومة وزود من ثقافتي العامة وأثر في شخصيتي جداً وأدخلها كتير. دي تاني حلقة صورها في البرنامج، فخور جداً بالمشوار اللي وصل له فريقي، ومهما يحصل في الحلقة فدي حاجة مشرفة جداً، بس أتمنى من ربنا أن يحالفني التوفيق. المشاركة في العباقرة في حد ذاتها كان حلم بالنسبة لي، والحلم ابتدى يكبر بوصولنا للمربع الذهبي، وإن شاء الله نقدر نوصل للمباراة النهائية النهاردة. احنا النهاردة وصلنا الدور قبل النهائي، قدرنا نشرف أهالينا وزمايلنا، بشكرهم طبعا على الدعم اللي وصلنا طول فترة المشاركة، ونقدر نكمل النهاردة ونوصل للنهائي ونحقق البطولة إن شاء الله. فريق الجيترز الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. آلاء ازيك يا آلاء؟ زي حضرتك. استعديتوا؟ اه. ايه الجديد؟ يعني شفنا نقاط الضعف بتاعتنا وحاولنا نطور منها وزودنا معلوماتنا أكتر. تمام. لابسين أحمر النهاردة. احمد سعيد، ازيك يا احمد؟ ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله كله تمام. احمد سعيد النهارده واخد مكان اندرو. اتمنى من ربنا يحلفني التوفيق. اندرو صفوت افضل لاعب الماتش اللي فات ب60 نقطه، نحييه وهو مش موجود. احساسك ايه؟ انا دي تاني حلقه تسمح لي فيها الفرصه يعني ان انا اكون موجود في مكان زي دوت. انا بعتبر مجرد الجلوس على الكرسي دوت فهو شرف ومكسب كبير لاي حد. طبعا فخور جدا بالمشوار اللي وصل له فريقي. انا كنت متابع معاهم رغم الضغوط اللي كانت عندي في الشغل وفي الدراسه، كنت متابع معاهم اول باول مشوارهم في البرنامج، واتمنى من ربنا التوفيق لينا ولزمايلنا في الفريق الثاني. جميل جدا، كلام دبلوماسي واضح وصريح. يا شيماء اخبارك ايه؟ ازي حضرتك؟ انا كويس الحمد لله، مبسوطه وقلقانه. انا متاكد ان في 50,000 احساس جواكي. لا بس الاكتر مبسوطه. الاكتر مبسوطه. وصلنا لمرحله كويسه الحمد لله. متوقعي من ماتش النهارده؟ هيبقى ماتش لذيذ ان شاء الله، ايا كان النتيجه احنا كلنا مبسوطين. دي اجمل حاجه طبعا، هي دي الروح اللي انا بحبها. عبد الرحمن محمد، كنت تتوقع انك توصل للمربع الذهبي؟ كان نفسي بس ما كنتش اتوقع. يعني احنا تعبنا كتير جدا كفريق وكافراد، و كنا ساعات بنسيب شغلنا، كنا بنضحي بحاجات كتير جدا عشان نذاكر اكتر وناخد معلومات اكتر، فربنا كرمنا الحمد لله ووفقنا اكيد، لكن برضو احنا تعبنا، ربنا ما بيديش للي ما بيتعبش. اكيد قعدتوا تتسرسبوا مباراه ورا الثانيه لغايه المربع الذهبي، محدش عارف، فجاه الاقيكوا في المباراه النهائيه. نتمنى يا رب. نتمنى خلينا نشوف يا رب. مش سهله ولكن وارد انها تحصل. اكيد تماسيح النيل برحب بيكم واتمنى لكم كل التوفيق. نحيي كلنا فريق أليجيترز. اما الفريق الثاني واللي مشرفنا في الاستوديو المحاربون، 490 نقطه اجابات صحيحه، دقه طبول الحرب. لعب كلنا فريق فايترز.
نتمنى ان الحلم يكتمل، نسعد بيه ويسعد معانا كل اهلنا واصحابنا. انا قدرت استفيد كتيم ليدر استفادات عظيمه، ان انا اقدر احدد نقاط قوه ونقاط ضعف في فرقتي لحد ما حققنا العلامه الكامله ووصلنا لدور قبل النهائي، وان شاء الله يكون لينا حظ والوصول للنهائي. خلاص فاضل على الحلم بتاعنا خطوه، استعدادات شويه اختلفت، حاولنا نشتغل اكتر على نقاط الضعف بتاعتنا، ان شاء الله دايقه هنا ان احنا نوصل النهائي ونحقق حلمنا وناخد الكاس. بالرغم من صعوبه الماتش النهارده لان هو في الدور اللي قبل النهائي، احنا الحمد لله مش قلقانين وواثقين في نفسنا لان احنا استعدينا كويس، وان شاء الله نقدر نكمل ونوصل الحلم وناخد الكاس. فايتر الحمد لله على السلامه. الله يسلم حضرتك. بتعلنوا الحرب على التماسيح؟ لا احنا مسالمين. دقوا طبول الحرب مره واحده. لا لا احنا مسالمين يا مستر عصام، احنا الحمد لله مسالمين. ازيك يا موكا؟ الحمد لله. ازيك؟ جبت كام نقطه الماتش اللي فات؟ 75. يعني جبتي 75 نقطه وبسببك كسبتوا فريق الجعفري. حصل. بعد كده تروحي تعيطي، طب كنت بتجاوبي ليه؟ ما ينفعش اخذ الفريق برضه، يعني حتى لو جواه مشاعر تجاه فريق جعفري ونفسي ان هم يبقوا موجودين وكل حاجه، بس في الاول والاخر التيم بتاعي هو اللي هو الولاء الاول والاخير، فكان لازم ان انا اجاوب. طبعا الماتش اللي فات انت سبب الفوز، حق يتقال يعني. نحيي كلنا افضل لاعب الماتش اللي فات 75 نقطه. رسالتك ايه لفريق أليجيتر؟ والله انا بتمنى ان احنا نقدم ماتش كويس يليق قبل نهائي بكره، وربنا هيوفقه هو اللي ان شاء الله هيبقى موجود في النهائي، واتمنى طبعا ان احنا نبقى موجودين في النهائي. بس ايوه كده، بس انا مستني الجمله دي صراحه. تهديد شديد اللهجه من موك. فريق أليجيترز ليكوا حق الرد. شيماء هنشوف. هنشوف. خلينا نشوف. بتهدد. واضح الاجواء هيبقى دمها خفيف. عبد العزيز استعدت؟ الحمد لله ان شاء الله. ايه الجديد؟ ايه الفرق؟ والله فرق كبير. احنا الاول كان عندنا طموح المشاركه مع حضرتك في برنامج العباقره اصحاب. كويس. بعد كده الحمد لله دخلنا دور المجموعات، كان همنا ان احنا نظهر بمظهر كويس، ربنا كرمنا حققنا التسع نقاط كامله. وفي مجموعة ما كانتش سهلة بالمرة، فيها أشخاص كلهم محترمين. بعد كده ربنا كرمنا ودخلنا دور الثمانية، كانت عندنا النية والعزيمة إن إحنا إن شاء الله ربنا يكرمنا ونوصل قبل النهائي، وكان بنلعب فريق محترم زي فريق أليجيتورز، محقق نتائج كويسة، تابعنا نتائجه في الفترة اللي فاتت. لا لكن النهاردة أندرو صفوت مش موجود، الحسابات بتاعتنا اتلخبطت. الحسابات اتلخبطت، لازم بس نبقى فير. يعني أنتوا حظكم حلو إن أندرو مش موجود. أتفق مع حضرتك تماما. شيرين كمال، ازيك يا شيرين؟ الحمد لله. احتفلتوا ازاي بعد الماتش اللي فات؟ ما احنا بنحتفل قبل ما نرجع اسكندريه، لكن برضو زي المره احنا الاحتفال ما بياخدش اكتر من نفس اليوم، وبنبدا بعدها في التفكير في اللي جاي. جميل جدا. بس نفسي افهم يا مهجه، ليه الدراما مرتبطه بالستات؟ يعني كسبانه وبعيط دايما في دراما. احنا كائنات حساسه. أقول لك حاجة، أنا عجبني كلمة كائنات دي. أنا الكلمة دي عجباني. كائنات حساسة. بصي أنا مش هقدر أتكلم بعد الجملة دي. إسلام جابر، إزي حضرتك عامل إيه؟ أنا كويس الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أعصابي مش بايظة ولا أنا، ومستني أشوف بس مين اللي هيوصل الفاينل مع الوعد. كانت مباراة قوية جدا بين الوعد والأندلس، اتحسمت على اخر سؤال لفريق الوعد. ما هو ده الطبيعي عشان الفرقتين وصلوا قبل النهائي، اكيد مستواهم كويس الاثنين. الحقيقه كانت مباراه صعبه جدا، والحقيقه على قد ما انا كنت مبسوط ان الوعد حققوا الحلم، على قد ما انا كنت زعلان ان الاندلس فريق قوي وكان مستعد وكان يستحق هو كمان الوصول للدور النهائي. حضرتك هتبقى مبسوط عشان فايترز هتحقق حلم. تحذير شديد. لا بيحاول يدخلني انا في انا مش طرف. انا مالي، انا قلت من البدايه دق الطبول الحرب. فريق الفايترز نبتدي الحلقه عشان نشوف الحرب هتمشي ازاي. نحيي كلها فريق فايترز. العباقره اصحاب في الموسم الثالث، ست فقرات: العلم، المعرفه، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء، وعجله الحظ. وأول حاجة هنبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو: إحدى مدن محافظة البحيرة تلقب ببلد المليون نخلة، ف
فما هي؟ مشهورة بصناعة السفن وطبعا النخل التمور. إجابتك رشيد. رشيد إجابة صحيحة. جنبك يا عبد العزيز صح؟ اه طبعا. اذكر رشيد عبد العزيز هتختار مين اللي يبتدي الاول؟ ان شاء الله فريق أليجيتو. التماسيح هتبتدوا الاول، واول فقره يا فقره العلم. العلم فقره العلم اربع اجزاء: جغرافيا، تاريخ، ادب، وعلوم. التماسيح أليجيتورز امتى الجوكر؟ العلوم ان شاء الله. بص عبد الرحمن عايز يتخابس. ملحق لا طيبة من أول حلقة عرفنا إنها طيبة. عبد الرحمن من جوه من صافي. جغرافيا، والسؤال هو: يقع كهف ثيوباترا بإحدى دول جنوب شرق أوروبا، فما هي؟ كهف من الحجر الجيري ثيوباترا اكتشفوا فيه حفريات تعود لإنسان العصر الحجري القديم في جنوب شرق أوروبا. عبد الرحمن إجابتك اليونان. في إجابة تانية؟ لو غلط لو غلط في تخمينة. اليونان إجابة صحيحة. فعلاً اليونان أول عشر نقط لفريق أليجيتورز. فايترز إمتى الجوكر؟ العلوم. العلوم إن شاء الله. اتفقنا. جغرافيا، والسؤال هو: في أي من دول أمريكا الجنوبية تقع شلالات برا ارتفاعها 270 متر على نهر برا وموجودة في مدينة بوليفار؟ عبد العزيز إجابتك فنزويلا. فنزويلا إجابة صحيحة. فنزويلا هي الإجابة صحيحة، وكل النتيجة تعادل 10-10. سؤال في التاريخ: التماسيح. تاريخ، والسؤال هو: أوقفت اتفاقية نيفاشا أطول حرب أهلية بإحدى الدول العربية عام 2005، فما هي؟ تم توقيعها في 9 يناير في كينيا. الحرب استمرت من 1983 ل 2005 حوالي 22 سنة، كانت بسبب نزاع على تقسيم موارد الدولة. دولة ايه؟ السودان. السودان. غيرت اجابتك. انتوا اتفقتوا من المعلومات. عبد الرحمن مركز. اجابة صحيحة. فعلا السودان. برافو عليك يا عبد الرحمن. 10 نقط مهمين جدا. 20 التماسيح. فايترز 10. تاريخ، والسؤال هو: من هو القائد العام للجيوش الإسلامية أثناء فتح حلب عام 637 ميلادية؟ أثناء فتح حلب بعد انتصار المسلمين في معركة اليرموك اتوجهوا لفتح الشام، ومن ضمنهم حلب. القائد العام للجيوش الإسلامية خالد بن الوليد؟ لا، أنا قلت القائد العام مش القائد في المعارك. شيرين هاردلك. إجابة خاطئة. عبيد بن الجراح. مين هجاوب؟ أحمد سعيد. عمرو بن العاص. عمرو بن العاص إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. أبو عبيدة بن الجراح، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص. إسلام. سعد بن أبي وقاص. قالت لك
وانت مش عايز تسمع الكلام. انت غلطان. عارفة غلطانة ليه؟ عشان ما دوستش قدامك بزر. اسلام جابر طبعا سعد بن ابي وقاص اجابة خاطئة. امين الامة ابو عبيدة ابن الجراح. كان سؤال سهل وانت يا الاء ضيعتي 10 نقط، ولكن خير كده هعتبر انك ضيعتي 5 نقط. المحاربون 5، أليجيترز 20. دلوقتي عندنا سؤالين في الأدب. أول سؤال أليجيترز أدب، والسؤال أديب أمريكي معاصر مؤلف كتاب اختراعه العزلة، فمن هو؟ اتنشر الكتاب ده سنة 1982، The Invention of Solitude، بيكلم فيه عن مذكرات والده سام أوستر والمعاناة اللي عاشها طول حياته. ده أنا قلت لكم كمان سام أوستر، قلت اسم والده، سهلت المأمورية. مين بقى؟ جون أوستر. عبد العزيز طبعا إجابة خاطئة، بس عجبتني الحقيقة. 4 اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5، إيه رأيك؟ جورج أوستر، باراك أوستر، ديفيد أوستر، بول أوستر. بول أوستر. ليه؟ براك خلاص كنتش عارف. يا دوسك بالغلط، مش قصدنا أصلاً إيه بس كنتش قصد. هارد لك انتي دوستي بالغلط، هارد لك. وبول أوستر إجابة صحيحة. من أهم الأدباء الأمريكان. يا محظوظة يا آلاء. اقروا الكتاب ده بقى، اقريه. لك 10 نقط. الحمد لله. 30 أليجيترز فايترز 5، وسؤال في الأدب لفايترز أدب، والسؤال هو من هو الأديب العراقي الراحل مؤلف رواية المسرات والأوجاع؟ الرواية دي اتنشرت 1998، رواية إنسانية بتحكي عن تغير الوضع الاقتصادي والسياسي وتأثيره على حياة المواطنين في دولة العراق. إجابتك عبد العزيز. أحمد سعداوي. أحمد سعداوي أديب عراقي محترم مؤلف فرانكشتاين في بغداد، كتاب مهم جدا، ولكن إجابة خاطئة. هنستنى الاختيارات. هنستنى الاختيارات. تقولي لي بقى دوست على البازر غلط. دوست على البازر صح، ماليش دعوة. 4 اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5، سنان أنطون، فؤاد التكرلي، محسن الرملي، أحمد الكاتب. مين؟ أحمد الكاتب؟ لا، فؤاد التكرلي. فؤاد التكرلي. آه، يا موجة ما خدتيش الريسك ليه؟ آخر سؤالين في الفقرة أليجيترز جوكر. علوم، والسؤال هو رصد أحد تلسكوبات مجرة جي أن زد 13 عام 2022، والتي تعد من أقدم المجرات في الكون، فما هو؟ جي أن زد 13 عمرها حوالي 13 مليار و500 مليون سنة، قطرها حوالي 1600 سنة ضوئية. خلاص مش هينفع يا شيماء تبصي في ورقة غيرك. كان عندكم 17 ثانية، نزل الوحي على آلاء. إجابتك كيبلر. اخترع تلسكوب جديد. شيماء إجابة خاطئة.
فايترز. شيرين سكوب هابل هارد لك. هو مش هابل، هو التاني. إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 20 أو ناقص 10، واللي ياخد الريسك أعتقد إنه هيجاوب صح. إيه إجابتك؟ جيمس ويب. جيمس ويب إجابة صحيحة طبعاً. أنتوا عارفين إن هو جيمس، بس جيمس إيه؟ مش عارفين الاسم التاني. هو جيمس ويب. الحمد لله. 20 نقطة. أليجيترز 50، 5 فايترز. فايترز معاد الجوكر. علوم والسؤال هو، ما هي القارة التي تعد الموطن الأصلي لحيوان الكواكا؟ من آكل العشب ومهدد بالانقراض، طول الحيوان من 40 ل 54 سنتي، ووزنه من 2.5 ل 5 كيلو. عبد العزيز إجابتك. أستراليا. تقريبا صح. إجابة صحيحة عبد العزيز، برافو عليك. طبعا قارة أستراليا بيسموه المبتسم، بيضحك حتى للتعالب وبيلعب معايا يعني. بالظبط كده. 25 نقطة. فريق المحاربون فايترز، 50 التماسيح أليجيترز. سؤالين ما تجاوبوش في الفقرة الأولى. المباراة حلوة والنتيجة قريبة. قالت لك هنشوف. هنشوف. شفتي ردت هنشوف دي بقى، وقالت لك هنشوف. لا ما كانش قصدي. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى أصحابنا العباقرة جمعوا 75 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب 3000 جنيه، بما يساوي 225 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين. المربع الذهبي الموسم الثالث عباقرة الأصحاب، وهفكركم بالنتيجة. أليجيترز 50 وفايترز 25. فايترز عندنا تغييرين، أسماء يسري نزلت مكان شيرين كمال، وطه الغرباوي نزل مكان عبد العزيز صبري. ازيك يا طه؟ الحمد لله. ايه رأيك في المباراة؟ جميل، كويس، حلوة. الحمد لله كويس. مش مقلقة؟ ونقلق ليه؟ احنا جينا نستمتع. حلو، برافو عليك، روح جميلة. بسمة، بسمة بقى متوترة كالعادة. لا خالص خالص. جد؟ خالص. مباراة حلوة هنستمتع بيها. ودلوقتي مع الفقرة التانية، فقرة المعرفة. المعرفة. فقرة المعرفة أربع أسئلة، معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. أول اتنين ألاء وبسمة، بسمة وألاء، وسؤال في المعلومات العامة بعشر نقط. طيرت نقط مني كتيرة جدا، ما بيسمعوش كلامك للأسف. معلومات عامة والسؤال هو، ابتكر محمد محفوظ خط التاج في عهد أحد حكام الأسرة العلوية، فمن هو؟ إضافة لام ألف معكوسة على أول حرف من الكلمة وسماه تاج نسبة لصاحب التاج، اللي هو مين بقى؟ مين بقى؟ الملك فؤاد. الملك فؤاد الأول. إجابة صحيحة. اتأخرت يا إلهي، برافو عليك يا بسمة. اتفضلي. النتيجة اتغيرت، 35 فايترز 50 أليجيترز. مهجة وعبد الرحمن، عبد الرحمن ومهجة. والسؤال اللي جاي في الرياضة، وخلي بالك مهجة هتخطف منك البزر. متابع العائلات. كنت متابع العائلات، كانت متألقة. رياضة والسؤال هو،
من هو الحارس الأكثر حفاظاً على نظافة شباكه في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم حتى عام 2022؟ حافظ على نظافة شباكه 57 مباراة. أسطورة. واعتزل. إجابتك؟ بوفون. بوفون أسطورة واعتزل، ولكن هاردلك إجابة خاطئة. بوفون من أكتر خمسة. مين الأول؟ إيكر كاسياس. إيكر كاسياس 57 مباراة. إجابة صحيحة. القديس بوفون 51 ماتش. برافو عليك يا موكا. عشانات 45 فايترز 50 أليجيترز. أحمد سعيد وطه الغرباوي. طه وأحمد سعيد. تكنولوجيا. والسؤال هو في أي دولة أوروبية يقع المقر الرئيسي لشركة ألعاب الفيديو ترافلرز تيلز؟ اتأسست 1989 من أكبر مطوري ألعاب الفيديو، إحدى شركات تي تي جيمز. إيراداتها 87 مليون دولار سنوياً. 18 ثانية اتأخرت يا أحمد. ألمانيا. ألمانيا إجابة خاطئة. في إجابة؟ إجابة. إجابتك سويسرا. دوس على البازر. سويسرا. سويسرا. أنا الحقيقة مستغرب جدا، الاسم إيه؟ ترافلرز تيلز اسم إيه؟ إنجليزي. اسم إنجليزي واضح وصريح. إجابة خاطئة. السهل الممتنع. بالضبط كده. السؤال الأخير، واحد لواحد، شيماء وإسلام، إسلام وشيماء. قدرات ذهنية. والسؤال هو حل مسألة الآتية: 15 في 19 على 5 في 3 يساوي كام؟ ياه. إجابتك 171. إجابة صحيحة. برافو عليك. شكلك قسمتي الأول. طبعا هو ده الذكاء. فكرتي ثانية، الثانية دي فرقت. أليجيترز 60، 45 فايترز. مباراة صعبة ومتكافئة. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون. فقرة الفنون أربع أسئلة: سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. أسئلتنا هتعتمد على السرعة يا آلاء، محدش هيستناكي. سينما ومسرح. والسؤال هو في أي فيلم قام الفنان أف موري إبراهام بأداء شخصية الموسيقار أنطونيو سالياري؟ الفيلم ده صدر 1984. توم هالتش هو شاركه في البطولة. ثمانية أوسكار وأربعة جولدن جلوب. فيلم من أجمل الأفلام اللي ممكن تشوفوها في حياتكم. بيحكي قصة حياة موزارت. الفيلم اسمه إيه بقى؟ أماديوس. لو ما شفتوش الفيلم ده يبقى أنتوا فاتكوا فيلم عظيم. السؤال اللي جاي أغاني وموسيقى. والسؤال هو من هو ملحن أغنية تخنو للفنان عبد الحليم حافظ؟ كلمات إسماعيل الحبروك. بسمع إجابتك. الموجي. محمد الموجي. إجابة خاطئة.
أليجيترز في إجابة؟ اتفضلي. محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب برضو إجابة خاطئة. أول عمل فني بين عبد الحليم حافظ وبليغ حمدي. قلتها الأول يا ربي، قلتها الأول. هاردك. السؤال اللي جاي لوحات ومعالم، والسؤال هو في أي من دول وسط أوروبا يقع جسر كارل بدأ بناؤه في عهد الملك كارل الرابع سنة 1857؟ طول الجسر حوالي 516 متر، عليه 30 تمثال لشخصيات أثرت في الدولة. رومانيا. خسارة 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 يا إسلام. إجابة خاطئة. مين اللي هيجاوب؟ أحمد سعيد. هولندا. إجابة خاطئة. إسبانيا. مين اللي قال تشيك؟ أنا. هي يا بسمة تشيك فعلا. هارد لك. الأسئلة دي يا جماعة مش سهلة، محتاجين تتناقشوا فيها سوا. السؤال اللي جاي محتاج تركيز. سؤال الحقيقة سهل. الأسئلة على رأي أحمد سعيد سهل ممتنع. سهل ممتنع. سرعة البديهة، والسؤال هو ما هو حاصل مجموع تكرارات الرقم 5 في الصورة؟ رقم 5 حاصل مجموع تكراره كام؟ يعني هنجمع كل الخمسات الموجودة وتقولوا لي المجموع كام؟ ما لحقناش. ما لحقتوش. هارد لك. 30 160 32 32 في 5 في 5 في 5 160 ب 160 حيتش احسبها. مو جا هارد لك سنه، كنت محتاجه تصرعي سنه سنه. النتيجه في نهايه الفقره اليجيتر 60 45 فايترز. طبعا المباراه لسه في الملعب، عندنا نقاط كتيره جدا ومحدش يستعجل. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده أصحابنا العباقرة جمعوا 30 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب 3000 جنيه بما يساوي 90,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 315,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين. المربع الذهبي عبقرة الأصحاب، مباراة جميلة جداً ومتكافئة، وهفكركم بالنتيجة 60 أليجيترز 45 فايترز. فايترز عندها تغيير واحد بس، عبد العزيز صبري رجع مكان طه الغرباوي. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. أحمد سعيد وعبد العزيز، عبد العزيز وأحمد سعيد. عبد العزيز هتسمع أغنية وترجع لنا دي. شكرا. أحمد سعيد تعالى مكاني. مين اللي دربك؟ هو بصراحة احنا لسه عارفين أول لما جينا هنا إن أنا اللي هنزل فقرة تحت الضغط، كنا فاكرين إن نص النهائي يسمع لأي حد، بس حاولنا في خلال الساعتين يعني عبد الرحمن دربني فيه. بص مفيش مشكلة، تحت الضغط دي عايز شوية تركيز. في أسئلة ما عندكش إجابتها حاول تجاوبه خلاص. أكيد أكيد حاول أعمل اللي عليا. أعمل اللي عليك إن شاء الله. توفيق ربنا يحلف. شوف عبد العزيز أخباره إيه. تمام. تحت الضغط كاونتر. إلى أي دولة اسكندنافية تتبع جزر فارو؟ سويد. غلط. كاتب مصري مؤلف المجموعة القصصية الذي اقترب وراءه، فمن هو؟ حسن عبد القدوس. غلط. من قام بغناء تتر البداية المسلسل زيزينيا؟ بص. في أي رياضة فردية كانت تحترف البطلة المصرية إيناس حقي؟ سكواش. غلط. ما هي عملة الرسمية لدولة الأردن؟ ريال. غلط. تقع صحراء سونوروا بإحدى القارات، فما هي؟
أتيا؟ غلط. كم عدد الساعات في 4 أيام؟ 96. صح. عيش بشوقك يا أغنية الفنان مصري معاصر تامر حسني. صح. ما هي طبقة الغلاف الجوي التالية لطبقة التروبوسفير؟ كنت بحاول أجري في السؤال الأخير. ما هي طبقة الغلاف الجوي التالية لطبقة التروبوسفير؟ اسمه يونوسفير؟ يونوسفير؟ خلاص. غلط؟ كويس. كده أنا مش زعلان. تمام. تعالى مكان. إجابتين صح من 9. سليم، عايزين عبد العزيز ينضم لينا. تحت الضغط ما اقدرش الومك، انك محتاج شويه تدريب. بالظبط. الواحد ياخد على الاجواء كده هنشوف عبد العزيز هيعمل ايه. عبد العزيز، في حد دربك؟ يعني مش قوي، بس انا متابع جيد البرنامج وعارف الفن. طيب عبد العزيز، احمد سعيد سالته 9 اسئله، عايز تعرف كم اجابه؟ لا لا، خليها مفاجاه ان شاء الله. تحت الضغط كاونتر. الى اي دوله اسكندنافيه تتبع جزر فارو؟ الدنمارك. صح. كاتب مصري مؤلف المجموعه القصصيه الذي اقترب وراءه، فمن هو؟ مش في السباعي. غلط. من قام بغناء تتر البدايه مسلسل زيزينيا؟ علي الحجار. غلط. في اي رياضه فرديه كانت تحترف البطله المصريه ايناس حقي؟ تايكوندو. غلط. ما هي العمله الرسميه لدوله الاردن؟ دينار. صح. تقع صحراء سونوروا باحدى القارات، فما هي؟ اسيا. غلط. كم عدد الساعات في 4 ايام؟ 96. صح. عيش بشوقك يا أغنية الفنان مصري معاصر تامر حسني. صح. ما هي طبقة الغلاف الجوي التالية لطبقة التروبوسفير؟ ستراتوسفير. صح. برافو عليك. اتفضل. 5 إجابات صح من 9، وأحمد سعيد 2 من 9. زيزينيا محمد الحلو، افتكرتها بعد ما قلت لحضرتك محمد الحلو. شايف، في إجابات موجودة بس الواحد في تحت الضغط ما بيلحقش يفكر. مشكلة. تعالي نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. كاتب مصري مؤلف المجموعة القصصية الذي اقترب وراءه يحيى حق. علاء الأسواني. من قام بغناء تتر محمد الحلو؟ زيزينيا. عمارية اسكندرية، افتكرتها بعد ما قلت والله عمارية اسكندرية. في أي رياضة فردية كانت تحترف البطلة المصرية إيناس حقي؟ السباحة. دي بطلة مصر في السباحة. تقع صحراء سونوروا بإحدى القارات أمريكا الشمالية. السؤال العاشر ما لحقتش أقول. كلنا نحيي أحمد سعيد وعبد العزيز. عبد العزيز وأحمد سعيد. النتيجة اتغيرت وفريق فايترز تقدموا أول مرة من بداية المباراة. أليجيترز كنتوا كام يا أحمد؟ 60. 60 وإجابتين صح، بقيتوا 70. عبد العزيز كنتوا كام؟ كنا 45. 45 وخمس إجابات ب 25 نقطة يبقوا 70، و10 نقط هدية من أحمد سعيد بقيتوا 80 إن شاء الله. 80. فايترز 80، أليجيترز 70. 70 و25 95. 80 و25 105. المباراة لسه في الملعب. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. 25 نقطة لفريق واحد بس، وأول 2 آلاء وبسمة. بسمة وآلاء. وهنشوف الهدف الأول لمين. السؤال الأول. حل المسألة الآتية. 8 في 9 زائد 14 في 9 يساوي كام؟ 8 في 9 زائد 14 في 9 يساوي كام؟ ما لحقتوش. هارد لك. حد حلها؟ 225. لا، 198. 198 فعلا. اتفضلوا. هارد لك. احمد سعيد وعبد العزيز. عبد العزيز واحمد سعيد. لسه ما عندناش أهداف. السؤال التاني. فنون. فنانة راحلة قامت بدور منى في فيلم العتبة الخضراء، فمن هي؟ صباح. الهدف الأول.
بطولة أحمد مظهر، إسماعيل ياسين، عمر الحريري، وزينات صدقي، شيماء ومهجة، مهجة وشيماء. شيماء إيه ده؟ بقيتوا أصحاب؟ أه طبعاً. وهنشوف. لا إحنا اللي هنوريكوا. ما حصلش كل الكلام ده؟ لا لا. اتصفيتوا؟ ألبوم طبعاً. هي قلبي بتضحك عليك عشان هي كسبانة. لا والله خالص. خلي بالك لو مهجة جاوبت صح 25 نقطة، والمهمة اتصعبت عليكم. السؤال الثالث جغرافيا، في أي محيط تقع جزيرة ترسيرة؟ ترسيرة مساحتها حوالي 400 كيلومتر مربع. ترسيرة متاخد من رقم 3 باللغة. إجابتك؟ المحيط الهندي. أنا افتكرت باللغة الهندية. لا اشمعنى الهندية؟ معرفش. ما ممكن تبقى اللغة الإنجليزية، اللاتينية، ممكن تبقى أي لغة في العالم. هارد لك. إجابة خاطئة. لو جاوبتي صح رجعت ب 25 نقطة. اللغة الإيه بقى؟ إيطالية؟ لا. إيش؟ إجابتك؟ الأطلسي. الأطلسي اللغة البرتغالية. الأطلسي يا محظوظة لأنا في التاني. تالت جزيرة يكتشفوها في جزر الأزور. مهجة الهدف التاني 105 فايترز 70 أليجيترز. أليجيترز نتيجة بعدت ولكن لسه بدري. سؤال واحد بـ30 نقطة يرجعكوا لنقطة البداية. مباراة قوية وابتدت بأن فريق أليجيترز متقدمين، ولكن فريق فايترز كان ليهم رأي تاني. المباراة لسه في الملعب. إجابة صحيحة. فقرة تحت الضغط كانت مهمة بالنسبة لنا جدا عشان نقدر نرجع في المباراة. الماتش قوي جدا ومتكافئ والسكور بيروح ويجي. إحساس الخطوة الأخيرة بيبقى دايما صعب. خلينا نشوف عجلة الحظ هتبتسم لمين وهتكسر لمين. إن شاء الله فقرة عجلة الحظ نقدر إن إحنا نرجع في السكور مرة تانية. خلينا نشوف ماتش النهارده هينتهي ازاي، واللي عاجبني ان هما بقوا اصحاب. هنخرج فاصل وهنرجع مره تانيه مع اخر فقره، فقره عجله الحظ والعباقره. وبكده اصحابنا العباقره جمعوا 70 نقطه في فقره تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطه ب 3000 جنيه بما يساوي 210,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 525,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين. المربع الذهبي عبقرة الأصحاب الموسم الثالث، وعايزين نشوف مين اللي هيقابل فريق الوعد في المباراة النهائية. وهفكركم بالنتيجة. المحاربون دق طبول الحرب فايترز 105، أليجيترز تماسيح النيل 70. تماسيح النيل لسه في 80 نقطة، 90 نقطة، 100 نقطة، لسه بدري. مش هيجي زي الماتش اللي فات يعني. بالظبط. ودلوقتي مع آخر فقرة واللي هتحدد مين اللي هيوصل للمباراة النهائية، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. سؤالين لكل فريق، وأول سؤال ياسمين عمر. تفضلي يا ياسمين. هنشوف ياسمين عمر والسؤال الأول وموضوع السؤال إيه. مرسي يا ياسمين. شكرا يا ياسمين. تماسيح النيل مبسوطين جدا النهارده. تحبوا يتسالوا في ايه؟ معلومات عامه. معلومات عامه. معلومات عامه. سؤال ب 20 نقطه ولا 30؟ 20. 20 نقطه. 15 ثانيه، محدش يستعجل. معلومات عامه. والسؤال هو فارس الخوري هو اول عربي يترأس
أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة عام 1947، فما هو؟ وكمان سنة 48 من رموز النضال في سوريا، وكان ممثل سوريا في الأمم المتحدة في الاستقلال عن فرنسا، ليه موقف ذكي جدا، كان قاعد مكان كرسي المندوب الفرنسي، فلما المندوب ده غضب رد عليه وقال له بلدكو احتلت بلدي 25 سنة وانت مش قادر تتحمل ان انا اقعد على الكرسي بتاعك 25 دقيقة. عبد الرحمن اجابتك؟ الامن. امن ايه؟ الامن الدولي. الامن الدولي، مجلس الامن الدولي، اجابة صحيحة. برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك عبد الرحمن. 20 نقطة، النتيجة اتغيرت 90 أليجيترز 105 فايترز، تمسيح النيل، برافو عليكم. فايترز، سؤال الثاني، شيرين كمال. شيرين كمال، والسؤال الثاني لفريق المحاربون. فايترز، الرياضة. سؤال في الرياضة، يا ترى السؤال بعشرين نقطة ولا بتاتي؟ عشرين نقطة، عنده 15 ثانية، محدش يستعجل. رياضة، والسؤال هو من هو اللاعب الحاصل على جائزة أفضل هدف في كأس العالم لكرة القدم عام 2018 في مباراة في دور الستاشر؟ مش هقدر أقول معلومات أكتر من كده. عبد العزيز إجابتك؟ نيمار. نيمار طبعاً إجابة خاطئة. بافارد. بنيامين بافارد، إجابة صحيحة. فرنسا كسبت الأرجنتين 4-3، برافو عليك عبد الرحمن. 20 نقطة، مفاجأة من العيار الجديد. مش أول مرة فيك. التماسيح تقدموا مرة تانية، 110 أليجيترز، المحاربون فايترز 105. سؤال الثالث، أسماء جاد الرب. أسماء جاد الرب، وهنشوف السؤال الثالث وموضوع السؤال إيه. جوكر، من حقوقكم تختاروا موضوع السؤال. قدرات ذهنية. قدرات ذهنية، سؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ 30 إن شاء الله. دوس على البازر. سؤال بتلاتين نقطة، لو الإجابة صح ألف مبروك إلى المباراة النهائية. إن شاء الله خير، إن شاء الله خير. لو الإجابة غلط، فايترز جاوبته صح، ألف مبروك إلى المباراة النهائية. قدرات ذهنية، والسؤال هو حل المسألة الآتية، 536 على 8 في 9 ناقص 144 يساوي كام؟ 536 على 8 في 9 ناقص 144 يساوي كام؟ ثانية، إجابتك؟ 200. إجابة خاطئة. أخد إجابة حالا. عبد العزيز إجابتك؟ 344. 344. 344، إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة 459. هارد لك أليجيترز وهارد لك فايترز. السؤال الأخير، طه الغرباوي، وهنشوف موضوع السؤال ايه. طه، لفة كاملة لو سمحت. فنون، سؤال في الفنون، لو السؤال صح ألف مبروك لفايترز، لو السؤال غلط
هارد لك فايترز والف مبروك أليجيترز. سؤال ب 20 نقطه ولا ب 30 نقطه؟ 30 نقطه. كان الله في عونكم انتوا الثمانية الحقيقة يعني. مباراة صعبة جدا يا ربي. فنون والسؤال هو فنانة قامت بدور شو في مسلسل الناس في كفر عسكر، فمن هي؟ مهجة مستعجلة كده ليه؟ إجابتك غادة عبد الرازق. غادة عبد الرازق عملت شو في سوق العصر. خسارة يا مهجة، للأسف الشديد إجابة خاطئة. فريق أليجيترز عن رواية أحمد الشيخ وسيناريو وحوار بشير الديك وإخراج نادر جلال. ثانية واحدة قبل ما تجاوب، عبد العزيز عندك إجابة تانية؟ أه فعلا؟ أه فريق أليجيترز عندكم إجابة؟ أخد إجابة حالا. حنان شوقي؟ حنان شوقي نفس إجابتك؟ لا لا، إجابتك التانية اللي أنت كتبتها إيه؟ دلال عبد العزيز. دلال عبد العزيز كانت عاملة دور فطوم. أيوة صح. أيوة. حنان شوقي ألاء إلى المباراة النهائية. إجابة صحيحة. بطولة صلاح السعداني، دلال عبد العزيز، أحمد بدير، وتوفيق عبد الحميد، محمود الجندي، وفتحي عبد الوهاب. أليجيترز إلى المباراة النهائية مع فريق الوعد. ألف مبروك أليجيترز. أليجيترز أنتوا جبتوا 70 نقطة في عجلة الحظ. الحمد لله الحمد لله. مرة فاتت جبنا 60 نقطة في عجلة الحظ، ايه اللي كانت بجد؟ افضل لاعب عبد الرحمن محمد ب 80 نقطة. وبكده يبقى اجمالي النقط اللي حصل عليها اصحابنا العباقرة في حلقة النهاردة 245 نقطة، وكل نقطة ب 3000 جنيه بما يساوي 735 ألف جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 11,722,500 جنيه من البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين. فايتر هارد لك، لعبتوا موسم قوي، كنتوا قريبين في آخر سؤال للإجابة. نحيي كلنا فريق فايتر. ولا اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة.